الناس اللي كيمارسوا في العيون تقريبا 4500 لخصيه لاعب، وشي 270 حكم راه. دابا نعطيكم هذا الشيء ديالهم تشوفوا ملاعب الرياضيه في اطار المبادره الملكيه، ديك المشاريع الساميه ديال سيدنا الانصار اللي دار في الاقاليم الجنوبيه. لي تيران موجودين، كل شيء كاين، كل شيء هذا. ولكن هاد الفلوس اللي حنا في امس الحاجه باش تعطى للرياضه بصفه عامه، ماشي غير الكره، جميع الرياضات الجماعيه اللي كاينه في العيون، هذا الدوله مخصصه لهم هاد الشيء، ما كاينش والو من هاد الشيء. نفس الجمعيه اللي هذه هي اللي كتاخذ هاد الفلوس. ها هما عندكم وانتم كتشوفوا، راه ما عرفت، خلينا انتم اللي غادي تحكموا عليه بروسكم وتشوفوا. ها هي هذا كامل واضح وضوح النهار. ها هي الجامعه الملكيه غير في كره القدم، كنعطيها كمثال الممارسين. لي سال كوفيرت عندنا في العيون 10 لي سال كوفيرت من اعلى طراز. هذه اداره المشاريع الملكيه، الله يدير سيدنا اللي دارنا في الصحراء كامله، الله ينصرو. اللاعبين اللي كاينين في الجهه ديال العيون 4550، لي زاربيتر 232. وتصوروا حنا ما كنشدوا حتى ريال، اي فريق ما كيشد حتى ريال من هذا، رغم اننا درنا اتفاق مع السيد قجاح والسيد الرئيس ديال الجهه شخصيا باش الفلوس تبقى تمشي للجامعه، والجامعه تفرق على كل المناديب الرياضيه حقنا، كذلك على العاب القوى وكذلك كاع الرياضات الجماعيه كلها في العيون، وهذا حقنا. امس الحاجه المنطقه تزخر باولادها تبارك الله، مثقفين وبناتها كاين، والناس الحمد لله الدوله ما خصنا من والو، ولا عكبت من في استثمروا الارض كلها من العيون شات، وعطينا امثله هنا. كاين اراضي لمحافظات اراضي وما اكثرهم اللي تحفظوا غير بدي سيرتيفيكا ديال دي غوفرنور دي والي اللي ماتوا واللي ما كانوش تحفظوا بهم الاراضي. هايو كنعطوا مثال، كاين اراضي هنا اللي مسجد خاصهم يحطموا ذاك المسجد، ها هو كاين تصاوروا بمسائله كامله مسجد باش في الزماميك. هذه البقعة كلهم اللي كتشوفين قدامكم، هادو كلشي الكوالي الفوق. اسمح لي الرجاء، هذاك الجامع غادي يتهرس مع دوك الاراضي اللي كاينين حداه، وغادي يولي فيه مدرسه ديالهم ديال 5000 متر باش يديروا فيها مدرسه خاصه، رغم كثره المدارس اللي عندهم ما قدهمش. هادوك الزرقين كلهم حتى هما مسلمين، نفس القضيه باش تحفظ داك الصفر، كيبغوا يحفظوا به هادو ووقفوهم. اذا حنا كنعيشوا فوضى. ها هو الهاي، ها هو كيقول، ها هو الاراضي ديالهم كلشي باينين، التراكسات خدامين فيها، ها هو داك. هانتوما كتشوف الطلبات اللي بغاو يديروا فيها الجامع قلعوها منهم، راهي صبحت اليوم ستاسيون سيرفيس ديالهم. ها هي هذه كانت بقعة باش يدار فيها ساحة للناس، صبحات اليوم مشروع ديال ستاسيون سيرفيس. هذا كذلك كان مارشي اللي كان بني تما، هرسوه غيديروا فيه الساعة مولي ستاسيون سيرفيس ديالهم. هذه مثال، راك عطينا غير مثال، هذا راه ولا شوي من ياسر. هذا مثال ديال 15 هكتار شراوها عند أملاك المخزنية، وماشي باش الأملاك المخزنية تتضح فيما بعد أن هادشي كلشي مزور، ما كاين لا أملاك مخزنية لا رقم ولا يحزنون. رعاياكم مراقبة الحسابات، يتفضلوا ينزلوا للعين يديروا خدمتهم، وهادشي راه ما يمكنش يستمر بهذه الطريقة هذه. وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول ديال الاستثمار، وهذا الشيء أنا معني به شخصيا، ما آلت إليه وما تعرضت له مجموعتنا الجنوبية من طرف مستثمر أجنبي فرنسي من أصول جزائرية، وهذا النهب اللي وقع لا منا حنا ولا مشى حتى لصناديق الدولة، واللي يقدر تقريبا بواحد 5600 مليون ديال الدرهم، واللي مشات واللي غني حنا ضحيته أولا الممولين صناديق الدولة بنوك الدولة والناس اللي عطاتنا ديالها باش خدامين. اليوم الناس بغات فلوسها مع من اللي نتكلموا، هذا المشكل دخلوا فيه وزراء، ولكن هادو الناس ضحكوا علينا حنا وضحكوا على الوزراء. اليوم كنطلبوا الناس تحمل مسؤوليتها، وبغينا السيد رئيس الحكومة الله يجازيه بخير يقبض هذا الموضوع بجدية ويعطونا يحلوا لنا هذا الإشكال، مشكورا، لأن حتى هو بصراحة نيته زينة فيهم باغي يحل هذا الشيء، ولكن هذا الراجل اللي كلفنا خان الأمانة وضحكوا فينا. هو خلى اليوم الدولة الريدريسمون جوديسير تصفية قضائية فيها 65 مليار اللي غادي يمشي ضحيتها البنوك صناديق الدولة والممولين. هذا المحور الأول. والمحور الثاني تكلمنا على الجهة ديال العيون،
وعلى هذه الخروقات تجاوزات الواقع في العيون، واللي حقيقه اليوم يندالها الجبين. عطينا شويه من ياسر، من ما بغينا نذكروا كل شيء، لان اللي كيمشي فيها ضحيه هو المواطن، هو الوطن، وهذا الشيء ماشي معقول. حان الوقت لوضع النقاط على الحروف وكلها يتحمل مسؤوليته. والنقطه الثالثه تكلمنا على العقار، العقار كذلك في العيون مشكل كبير وكبير وكبير جدا، اللي كنطلبوا من السلطات والدوائر المختصة أنها تدخل فيه، لأنه في حقيقة بلغ السيل الزبا. هذه بخلاصة هم النقاط اللي تكلمنا عليهم. كنشكركم الشكر الجزيل على تفاعلكم، وشكرا جزيلا مرة أخرى. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.